ذاك كان يدير شيء ما شفنا الشباب كباقي الولايات اللي كنا زرناها وكباقي ولايات الوطن مقبل بقوة على تقديم يد المساعدة والخير والتطوع للصائمين الذين ربما أسعفتهم لم تسعفهم الظروف أنهم يكونوا موجودين في بيوتهم على مائدة الإفطار. الشباب الجزائري يرسم لوحة مشرقة من لوحات التطوع، لوحات المبادرة، لوحات تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي. فيه عمل خيري كبير، فيه التفاف كبير من شبابنا وإقبال متزايد لشبابنا على تقديم وجبة الإفطار وعلى ترسيخ مفاهيم التضامن ومفاهيم التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.